دكتورة سوزان الفقي، أستاذة الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة الإسكندرية. أنا هنا في المستشفى استشاري الميكروبيولوجي بقسم الميكروبيولوجي بالمعمل. الحقيقة أنا هديكم فكرة كده صغيرة عن المعمل في المستشفى عندنا. المعمل في المستشفى عندنا فيه تخصصات، الحاجة اللي احنا منعرفهاش إن المعامل ليها تخصصات دقيقة. فمثلا المعمل عندنا، عندنا معمل كيمياء، معمل أمراض دم، معمل الأحياء الدقيقة. أنا شغلي في استشاري معمل الأحياء الدقيقة. هنلاقي ان المعمل ده مرتبط باقسام المستشفى كلها. المعمل مرتبط بقسم مكافحه العدوى، مرتبط بالصيدليه، مرتبط بقسم الحاسب الالي، بالعيادات الخارجيه، بالقسم الداخلي، بقسم مراقبه الجوده. معمل الاحياء الدقيقه، اول حاجه نعرف مع بعض يعني ايه احياء دقيقه. الاحياء الدقيقه او الاحياء المجهريه هي الاحياء الصغيره جدا اللي احنا ما نقدرش نشوفها بعيننا المجرده، بنحتاج ان احنا نكبرها بميكروسكوب، سواء اذا كان ميكروسكوب ضوئي او ميكروسكوب الكتروني، علشان نقدر نشوفها. ايه هي الاحياء الدقيقه دي؟ هي عباره عن بكتيريا او الفيروسات او الفطريات، وطبعا دي كلها مسببه للامراض المعديه. هي دي معنى الاحياء المجهريه او الاحياء الدقيقه. حلان الاحياء الدقيقه دي ليها اشكال، وسبحان الله ليها اشكال مختلفه واشكال كتير، كرويه وعصويه، موجوده في سباحيه، لولبيه، ايا كان شكلها زي ما احنا شايفين. الفيروسات برضو ليها اشكال كده اللي احنا شايفينها دي، طبعا اشكال الفيروسات بنقدر ندرسها بالميكروسكوب الالكتروني. ليها اشكال كتير برضو الفيروسات، ودي من ضمن اشكال الفيروسات. ده شكل مثلا الفطر المسبب لالتهاب مجرى البولي، شكل اللي هو فطر الكانديدا. طيب احنا هندي فكره صغيره قوي النهارده. لو احنا اخذنا عينه مزرعه وقلنا يعني ايه مزرعه، وخدنا مزرعه بول، هناخدها نمشي بيها ازاي ونطلع النتيجه ازاي؟ الاول بناخد عينه في كوبايه معقمه، بنقول العين تعليمات والشروط، ليها شروط وليها تعليمات، بنقولها للمريض. بيجي لنا العينه في الكوبايه المعقمه، بتخضع العينه للفحص الميكروسكوبي، وبعد كده بتخضع للمزارع. بنزرع العينه دي على حاجه اسمها اوساط بكتيريه. يعني ايه اوساط بكتيريه؟ يعني مستنبتات بكتيريه. بقدر ان انا من خلال هذه الاوساط اتعرف على نوع البكتيريا اللي عندي، وبعد كده ببدا اعمل اختبار المضادات الحيويه للبكتيريا اللي طالعه لي. اختبار المضادات الحيويه اللي احنا بنعملها ان احنا بنجيب كل مجموعات المضادات الحيويه الموجوده في السوق، ببدا اعملها اختبار الحساسيه بتاعها زي ما احنا شايفين. يعني كل قرص من دول بيمثل مضاد حيوي من الموجود في السوق، وببدا اطلع النتيجه للمريض، بقول له انت ينفعك المضاد الفلاني او ما ينفعكش المضاد الفلاني. بنلاقي ان الناس كتير يبداوا علاج ويقول لك انا خدت كذا مضاد حيوي ما نفعش معايا، هو عشان ما عملش الاختبار الحساسيه المظبوط بتاع المضادات الحيويه. فاحنا هنا بنقدر في الاخر الشغل بقول له انت تاخد المضاد الفلاني والفلاني والفلاني بينفعك. وطبعا الطبيب المعالج في الاخر هو اللي بيختار المضاد المناسب بناء على السن وبناء على وظائف الكلى بتاعته، واذا كان في اعراض جانبيه هو مش عايزها. بالتالي هنا العيان استفاد من المزرعه بتاعتنا او استفاد من التحليل بتاعنا اقصى استفاده. عايزه اقول حاجه مهمه قوي. يجيلي الناس كتير قوي يقول لي انا لفيت كتير وعملت مزارع كتير وعملت تحاليل كتير واخدت مضادات حيويه كتير وبرده ما خفتش. فبقول له خلاص انت دلوقتي في ايد امينه، وهتطلع لك نتيجه يعني هتشيد بيها ان شاء الله. ففعلا بتطلع نتيجه، وبيجوا الناس يشكرونا في الاخر، لان احنا بنعمل، يعني انا في رايي ان هي دي، انا بعمل خدمه، بنعمل المعمل بيقوم بخدمه للناس. المريض فعلا بيبقى محتاج الخدمه دي، ومش محتاج ان هو ياخد 3 4 انواع من المضادات الحيويه عشان في الاخر ياخد المضاد اللي هو مظبوط بتاعه. ده دورنا احنا، ان انا في الاخر بقوله لا انت هتاخد كذا من الاخر او هتاخد كذا وكذا، وهو ده اللي بيكون العلاج بتاعك. الحقيقه يعني بتبقى خدمه العيان محتاجها واحنا بنقدمها، ومش عايز اقول بنحترفها. عايز اقوله الاختبارات المضادات الحيويه للميكروبات المعزوله عندنا في المستشفى بتتعمل على مستوى دقيق جدا، وبنعمل بنعمل كل مجموعات المضادات الحيويه في السوق. بدي المريض فرصه ان هو قدامه اختيار لكل المضادات الموجوده في السوق، وهيختار منها الطبيب المعالج، هيختار منها المضاد المناسب. الحقيقه دي خدمه المستشفى بتقدمها لمرضى التهاب المجرى البولي، وما بيحتاجش غير ان هو يعمل المزرعه دي مره واحده، ويمكن لو عادها بعد علاج يطمن ان هو بقى كويس، مش اكتر من كده.